في جولتنا بمعرض الرياض للكتاب شفنا دار روائع الخزانة واللي يشاركون الأول مرة كدار نشر سعودية، زرناهم وسولفنا معهم. فكرة ثقافية قبل أن تكون تجارية، المراد منها إيصال كتب أمهات الأدب إلى أبنائنا وقرائنا العاديين في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية بوجه الخصوص. لمن أراد من قرائنا اليوم من أبنائنا أن يقرأ في تراث أمته العربية والإسلامية والسعودية كذلك، لا يجد تلك المؤلفات الرصينة في متناول اليد لندرتها وعلو سعرها، فكانت فكرتنا نابعة من هموم مجتمعنا. يقول شاكر إن توجه الدار حاليا حول الأدب العربي في الشعر والنثر من العهد الجاهلي وصولا للعصر الحالي، وحتى إن عندهم أصول ونوادر كتب طبعات قديمة. عندنا ثمرات الأوراق لابن حجة تقريبا طبعته 1293، كذلك الأمالي طبعة 1311. توفقنا العام في إخراج أعمال البشري عبد العزيز البشري، يسمى بجاحظ العصر، وهو من الأدباء المغمورين الذي يعني لا يكاد أحد من أبنائنا يعرف أو يطلع على كتاباته. من أعلى المبيع السنة هذه وهي حياة غيرية، كتبت من سكرتير أحمد شوقي أحمد محفوظ وغير مخدومة، وهي يعني نسخها تعد مفقودة. حصلنا على وحدة من تلك النسخ وأخرجناها إخراج فني. ويقول السبيعي إنهم خلال 3 سنوات جمعوا عدد كبير من المؤلفات اللي لها قيمتها، مستمدين همتهم من أحلام الأوطان والآمال اللي تعقد على الشباب في المستقبل. لأخبار 24، عبد المجيد الدلبحي، الرياض.